السلام عليكم متابعي الكرام، نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في اتم الاحوال، ويا رب ان شاء الله يرفع لنا هذا البلاء ويبلغنا ان شاء الله رمضان. اليوم ان شاء الله غادي ندير درس ديال الكورساج. من الكورساج هو تيكون عباره عن مستطيل، يعني تيكون فيه طول وتيكون فيه عرض، والعرض دائما تيكون هو العرض ديال الكتف، تكون هو العرض ديال الصدر. دابا غادي ناخذ الكورساج بالنسبه ليا انا، بالنسبه لكم نتوما كل واحد يحاول ياخذ يعني المقاس ديالو، يحاول ياخذ بحال هذا الشكل، بحال هنا غنذكر يقدر شي واحد يكون فيت لي ما عرفش متفرج يعني لا يعني الفيديو اللي فات. المهم الكتاف تناخذهم بهذا الشكل، من هذه العظمه حتى لهذه العظمه تناخذهم بهذا الشكل وتنقسموه على اثنان بهذه الطريقه وتنخدموا عليه. بحال بالنسبه ليا انا عندي 40 غادي ندير 20، غناخد هادي ندير 20، أنا غنديرو يعني باترون لي هو مسخر، وفي الطول راه عندي مترو 38، عندي مترو 38 هكا، عندي الطول حتى الحزام بهذا الشكل، يعني غتاخدو الطول من هنا، الطول من هنا تاخد الطول من هنا، الطول من هنا حتى الحزام، الطول من هنا حتى لهنا كدو الحزام، غتوضعو هنايا. أنا عندي 40، عفوا عندي 42، نربين ونديرو هنا، ونخرج بواحد السطر هكا، يعني تنبنو دائما تكون عندنا، هادو تكونو ضروريين في الفصالة، وتنزلو بستين لي هونش، يعني الأرداف من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا، تنزلو من هنا حتى لهنا، هادو هما الأرداف، حتى لهنايا، هادو هما الأرداف، تنزلو بستين سنتيم، نمشي ناخذ هاد السطر بحال هكا، وهذا ديال الطول، بالنسبة لبغي ناخدو هاد التقويرة ديال الدراع، هادي تناخدو هاد الطول تنقسمو على اثنان. هنا عندنا 42 نقسمو على اثنان وتعطينا 21، هنا غنديرو هاد يعني الخط ديال الحربة، هنا وهنا تنزلو بواحد المستقيم
بالنسبه للوراء يعني تناخذوا بالنسبه ليا انا بحال دوره الصدر عندي 100 وغنزيد عليه واحد 6 باش نوسعها. هذه لا قاعده نديرها ديما وتخرج يعني الملابس يعني متبوطون وكاتين يعني تناخذ 100 زدت عليها 6 بالنسبه للتوسيع تعطيني 106 لقسمتها تناخذ انا بالمتر بحال هكا يجيكم سهل يعني بحال في شعر براس. شديت القياس شديت القياس يعني خديته بحال الشكل بحال هكا القياس يعني تناخذ بحال هكا وتندوروه يعني لهد الهضمة ديال الكتف وتنزيد عليه 6 سنتيم ديال التوسيع باش ميجيش لاصق. بالنسبة لبغيتو ديرو الشيبو ديرو شي حاجة لاصقة يعني لا داعية بلا ما تزيدوها يعني هاد الزيادة يعني باش ناخد خديت 100 خديت 100 بهاد الشكل تيجيني ساهل الحساب بحال هكا مئة وغنزيد على واحد 6 سنتيم. هذه طريقة سهلة تحتاجش الحسابات ولا تديرو بحال هكا تاخدو هنا شفا تجي سهلة هنا مشيت 26 سنتيم. أنا غناخدو 26 سنتيم بهاد الشكل أنا تندير هادشي مسخر ومن هنا غنستعملو إلا ندير تقويرة بحال هكا تنذكر يعني بالنسبة للورق بالنسبه للعنق عندي 38 بالنسبه للعنق تاخذ الحلق بحال هذا الشكل بالنسبه للعنق غادي ندخل بسبعه تنزلو باثنان سنتيم اثنان سنتيمتر تنديرو التكويرة بهاد الشكل بالنسبة للحزام عندي 90 زدت 6 سنتيمتر بالنسبة للكنسروال يعني غناخدو المقاس مضبوط بالنسبة لكان يعني لباس طويل بحال شكل جلابة ولا بيجامة ولا أي حاجة يعني عباية تنزيد واحد 6 سنتيم ونتوما حرين يعني ممكن تزيدو كتر أنا تنزيد 6 سنتيم تيجيني يعني لباس هو هداك تيجي شوية مواسعش مضيق هي الطريقة تدير هكا 24 بالنسبة للأرداف عندي 106 وزدت عليها 6 سنتيم
عطاتني 28 على الشكل تقريبا هادشي درت مصغره غنحاول نقيو نلاقي واحد النقط ولكن ما غنخليهمش بحال هكا الطول انا سناخد 50 سنتيم ما غتاخدو 40 فما فوق على حسب الموديل تبداو من 40 الفوق غنطلع واحد 5 سنتيم من هنا وتنحاول نجي في نفس الوسط تقريبا وتندير واحد التقويره باش ما يجيش الثوب نازل من الجنب باش يجي الثوب يعني متفرق هنا تنحاولو تندخل واحد الشكل بحال هاد الشكل ومن هنا تنخرجو تقريبا واحد سنتين بحال هكا هذا هو الكورساج هذا هو الكورساج ديالكم دابا غناخذ معكم يعني غنديروا الكورساج ديال الامام يعني نفسه تيختلفوا فاش تيختلفوا غير في العرض ونقطعو مع كورساج تعلمت الكورساج الكورساج هو المهم يعني الكورساج ممكن تديرو اي موديل اللي ما تعرفش ياخذ القياس نخلي لكم اللينك تحت من الفيديو سمحوا لي هنا نسيت ما نزلش 3 سنتيم هنا في الكتاف تنزلو ديما 3 سنتيم دابا نقطع في الكورساج ديال الورق وغادي نوريكم اشنو الفرق بيناتهم نوريكم الفرق بيناتهم فين كاين غنحتفظ بهاد الكورساج لان هاد الكورساج هو اللي غنكون نخدمو ليه دايما ان شاء الله مرة غنخدم هاد الثوب مرة نخدم بحال هكا
المهم هذا هو الكورساج ديال الورق، وهذا هو الكورساج ديال الأمام قطعته حتى هو. هذا مو صغار، ولكن ممكن ديرو نتوما الكورساج ديالكم يعني كبير مكات تبقاو تخدمو عليه يعني مباشرة، تبقاو تحطوه على الشوك. المهم انا غادي نقطع يعني الكورساج ديال الامام ديال الوراء من التحت، راه بحال بحال يعني من التحت، يعني من بحال بحال متشابهين، عندهم نفس يعني القياسات نفس. دابا غادي ناخذ غادي نلصق الامام والوراء وغنوريكم هاكا غنبقاو نخدمو عليهم. بحال الشكل حيت الزيادات المهم هذا هو الورق وهذا هو الأمام. نوريكم الفرق شنو هو. الأمام أكبر كير خمسين هذه عندي مقص كبير هو هذا يعني هذا هو الورق ما عنديش مشكل. الأمام يعني غنزلو في الورق نزلو باثنان سنتيم، إلا درنا سبعة على اثنان سنتيم، هنا غندير سبعة على سبعة سنتيم. وان هنا تنزلو سبعة سنتيم و تنديرو التقويرة على هاد الشكل. هادو الفرق. وهنايا بالنسبة للحربة ديال الإبط تندخلو هنا باثنان سنتيم، تجيو هنا حتى الوسط، هنا هي المساحة، تجيو الوسط و تندخلو باثنان سنتيم وعاد تندير التقويرة. نديرو هاد الشكل بحال هكا اثنان سنتيم وعاد باش ندخلو تقويرة باش متيجيش يعني معبر من الأمام بهاد الشكل. بهذا الشكل ونقطع العنق. هاد الفكرة حسن ما غديرو جوج كورساجات، غديرو كورساج ديال الأمام بوحدو كورساج ديال الورق بوحدو. من الأحسن غديرو كورساج بهذا الشكل ونقطع تاني الورق تنخدم مقص كبير مقص صغير تكون احسن. دابا شتو الفرق بينه هو الفرق هو هذا شتو الفرق هو هذا اللون الازرق هو اللي غادي ندير معاكم شتو هادو فاش ندخلو في الامام. الفرق بين الامام والورق
وثاني هذا الفرق هذا بالنسبه للعنق. صافي هذا هو الفرق اللي كاين. ان شاء الله من غادي نولي نبغي نفصلو نبغي نخدمو شي موديل غنولي نبغي نخدمو الوراء غنديرو بحال هاد الامام بحال هكا ولا بغي نديرو الوراء نخدمو بحال هكا. المهم هذا هو الكورساج يعني كلاسيك الكورساج العادي. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس. راه ساهل يعني تبعتوا يعني الطريقه وتفرجوا في الفيديو مزيان غادي تفهموا الطريقه. ان شاء الله في الدرس المقبل غادي نشرحوا ونديروا دروس اخرى جديده. ما تنساوش يعجبكم الفيديو ديروا لايك وتخلوا لي كومنت وشكرا لكم. الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.